بقالي زمان قوي ما صحيتش في الميعاد ده، بما اني عامله تحدي اسبوعين انترميتنت فاستنج وهزود كارديو ويت لمده اسبوعين، هعمل لو كارب سايكل عشان يعني اشوف حل لدهون البطن اللي مش قادره تخلص دي. فقلت بقى ايه انضم لجروب جديد كده ايرلي بيرد، اجري معاهم الصبح شويه، هما بيتجمعوا الساعه 6:30 تقريبا، انا في الطريق اليوم دلوقتي، بنجري مسافه 5 كيلو. هما بيعملوا تشالنجز يعني كل مره بيزودوا شويه، وساعات بيعملوا هاف ماراثون وحركات. فصحيه لسه نايمانه، هفوق كده في الطريق، هركب العجله بتاعتي واروح انضم ليهم وابقى اصور فيديو وانا اثناء النونو ماراثون اللي انا 5 كيلو. ربنا يستر، بس لان انا مش متعوده على الجري، انا اقصى حاجه بجريها على التريدميل كده قبل التسخينه بتاعت 1.5 كيلو، بقالي زمان ما جريتش اصلا، فمكسوفه من نفسي لما عدتش اكمل معاهم ال5 كيلو. انا بزهق من الكارديو بسرعه، بمل الصراحه يعني، ومن الاشخاص اللي بتحب تريح جدا جدا وسط التمرين، يعني بطه كده في النص، يعني بخلص تمرينتي بس بريح كتير كده. فربنا يستر ما نشوف الاداء، كان عاجبني ولا كان وحش ولا محتاج اعمل حاجه. تاكل وتبقلص ليه؟ احنا فاشلين نفسنا في الرياضة. بقالي زمان في رحلة الفيتنس، بقالي 3 سنين لغاية دلوقتي لسه موصلتش للهدف الفاينل جول بتاعي. طبعا لسه مغير الفيتنس بتاعتي، قلت حاجات كتير حصلت، بس حاسة انا بعصب نفسي. يعني لما بيبقى عندكم هدف وبتحققوه بتحسوا ان الكونفيدنس بتاعتكم زادت وعلت. وريتكم اصحابي المفروض الشلة اتجمعت، شايمة المفروض اروح اجري على عربية فول، اجري على ماكدونالدز، عجل عالجت لك قطتك ولا ما عالجتها لك؟ ايوه. وصرفتها لك ولا ما صرفتها لكش؟ قولي لي تخبي عينيا بتاع. لا يا جماعه، دكتور كان المفروض يدخل كليه الطب، كان المفروض يدخل كليه الطب ده. طب من بقك. دخلت علم عشان اخش كليه الطب، بس الحمد لله دخلت كليه. لا لا، مشهور مشهور مشهور، بس احنا خايفين عليه. ده من الناس اللي هي وراء الكاميرا، الكاميرا مان.
لسه الصبح كده عاملين ده عاملين دوشه على الصبح. منظر البحر عالي. يسخنهم. يلا سخن. سخن ورا ورا. نعملها من الاستكشافين يا جماعة. يلا. عمال يتكلم على الاصابات وكبر السن والعجز وشعر ابيض. الصبح ليه كل العربيه ليه بهدلنا وتمرمطنا الساعه 6 الصبح عشان نروح من بكري يعني يعني تخيلوا احنا نطلع الجيم وكل يوم نفوت على الكفار هم بياكلوا عند جيم من بكري لازم تعتاد عليا نصور كل حاجه انا فيها جميله ايه لما نشوف عارف اجيب 5 كيلو اصلا بقالي كتير مش قادر يعني سهل تركبي عجل وبتاع وكده صح اول سنه فين اول السنه فين اتغيرنا not sure like the beans in the knee like it's not the عايزه اقول لكم يا جماعه لحد عليهم تروح بس خلاص جيت دبست لازم اكمل شايفين المنظر يا جماعه بس الاستاذه هنكمل بالعجله عشان اعمل هاف ماراثون بس انا هم شرخوا اخذوا الناقة وشرخوا هم يا جماعة الحق خلصوا 5 كيلو ورجعوا وانا لسه في 2 كيلو ونص هنضم اليوم وارجع عايش يلا ارجع يا عم الحاج ما كده هكمل على المرجع كل 5 كيلو ما كده 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص كده 2 كيلو 200 ايوه هكملها مش لسه انا بموت يا فخري يا جماعه مش مستنى هي اكبر مني وفلقت في الحجر هي
انا حتى لو واقف منه فجاه ساعات بيقول لي اكملي ما تتركيش اجري نمشي. مشي عجبت الجودي وين صلحها لي فوكسي اشهر كلب في دهب. هاي فوكسي يلا تعالي اجري معانا. فرحة الرجوع بقى يا جماعة بتقوا ايه نرجع صواريخ صواريخ قوي انها الكعب قوي. طبعا الاثنين التانيين شرخوا وانا بحقد عليهم بس سوف استمر واظهركم بادائي. المفروض بقى انتشف المية بعد الجارية دي في البحر. عايز اقول لكم انا بمشي مش بجري لو تدور وراها هيزعل. يلا ما تعطلناش بقى انت مأخرنا اجري. عامل لي فيها عضلات توتو عضلات انت الفت البيت هما التانيين روحوا واحد منهم واخدنا. هي طبعا اخدت هدلها سنانها ومشت خلصت العشرة كيلو بتوعها. انا بموت. هقولكوا دلوقتي عملت كام كيلو عشان كاربعة ونص. هو طبعا مش كيلو رقم سبق زمان مش بجري. خلصوا حسب الله ولا اه انا مش سريك ما حدش يسحب دي. هي راحت فين نزلت الميه عملت الخمسة كيلو في منين تفطس في الميه. الناس دي ريدي بورن ريدي بورن ريدي نزلت المايه خلاص. هاتر كولد ذا ووتر از كولد ريلي. دي كانت رحلتي بقالك كم مره تيجي ها؟ 15؟ يلا حاسه في امل في نفسي ان شاء الله هتقدم. انا ما بجريش خالص عندي اصلا. انا بكره يعني ايه اجري يعني؟ بكره اجري على التريدميل بس بقعد احط فيديوهات كده عشان فاهم؟ وده كان ماشي جنبي فقلت له اقعد اجيب قصص وحكاوي عشان ما انا عارفة والدماغ ان انت تظبط تفكيرك. Yeah.
خلاص يلا انا ارتاح شوية او اعمل شوية عشان بنت. وتخيلوا بقى هروح بعد كده فين؟ على الجبل مع الكيف. باي. تنسوش اعملوا لايك وسبسكرايب ولو عملتوا كومنت اكيد باي. ما تنسوش Yeah.